بطلة تانية من عظيمات مصر، من بناتنا وستاتنا اللي حاو إنجاز تاريخي، نعمة سعيد بطلة مصرية النهاردة خدت ميدالية ذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال في أوزبكستان. نعمة فازت بالميدالية الذهبية دي عن جدارة، لأنها كانت بصراحة متفوقة على كل بطلات العالم. مش بس تفوق عادي، لا، التفوق فيه فرق واضح. أنا فخورة جدا بإنجاز نعمة، ولسه إن شاء الله هنشوف ميداليات تانية من أبطالنا وبطلاتنا في بطولة العالم لرفع الأثقال بعد ما اتحرمنا من الإنجازات دي سنوات بسبب إيقاف منتخبنا من الاتحاد الدولي. شدوا حيلكم يا أبطال ويا بطلات مصر، احنا بننتظر من حضراتكم ميدالية تانية إن شاء الله.